رحلة سلام الترجمان إلى بوابة آخر الزمان هي رحلة حدثت في عصر الخلافة العباسية، بالتحديد في عصر الخليفة الواثق بالله. قام بها سلام الترجمان صاحب 30 لسان من مدينة سامراء إلى آخر مكان على الأرض. دونت رحلته في كثير من كتب المؤرخين. تم رسم خط سيرها الإدريسي بعده بأكثر من 300 عام. رحلة وصل فيها سلام الترجمان إلى مكان يأجوج ومأجوج، وفي هذا التقرير نسرد هذه الرحلة وما فيها من عجائب. تبدأ القصة في ليلة من ليالي الخلافة العباسية، عندما أفاق الخليفة الواثق بالله من نومه على كابوس جعله لا ينام لأيام وليالي، حيث رأى الواثق بالله في منامه أن سد يأجوج ومأجوج قد فتح وخرجوا يسعون في الأرض فسادا، فجتمع برجاله صباح هذا اليوم وسرد لهم ما رأى، واهتدى في النهاية أن يرسل رحلة لمعرفة خبر السد والاطمئنان عليه، واجتمعوا إن خير من يقوم بهذه الرحلة هو الرحالة الكبير سلام الترجمان صاحب 30 لسان. والثلاثون لسان هنا يقصد بها أنه كان يتكلم 30 لغة، فأرسل إليه الواثق بالله وأمده بالرجال والمؤن، وحيث شملت الرحلة 50 رجل، ولكل رجل طعام يكفيه لمدة عام، ومعهم البغال المحملة. وانطلق سلام الترجمان مع رجاله من مدينة سامراء، وهي بالمناسبة اختصار لكلمة سار من رأى، وصولا إلى أرمينيا ثم إلى ملك اللان الذي أكرم البعثة بكتاب من ملك أرمينيا. وصولا إلى ملك الخزر مكثوا في الخزر يوما وليلة، وهناك شاهدوا كثير من العجائب والعجب، حيث شاهدوا جماعة من الصيادين اصطادوا سمكة عظيمة خرج من أذنها جارية بها من وسطها إلى ركبتها غشاء مثل عروسة البحر، وقامت بقطع شعرها وتشد وجهها وتصرخ حتى ماتت. ثم أكمل سلام رحلته وصولا إلى الأرض السوداء التي كانت كريهة الرائحة، وساروا فيها مسيرة 10 أيام، ثم وصلوا إلى مدن خراب ذات مباني متهالكة، وعرفوا إن هذه المدن خربت من قبل ياجوج ومأجوج، وساروا فيها مسيرة 20 يوما حتى وصلوا إلى حصون قريبة من الجبل، وجدوا فيها قوما مسلمين يقرؤون القرآن الكريم ويتكلمون العربية والفارسية، ولديهم مساجد وكتاتيب. فسألهم القوم من أنتم؟ فقالوا لهم نحن رسل من أمير المؤمنين الواثق بالله. فتعجبوا من الأمر وقالوا أهو شابا أما شيخا؟ فقال لهم سلام أنه شاب قوي. فقالوا أنتم من أي بلد؟ فقال لهم من مدينة سامراء بالعراق. فكان هؤلاء القوم لا يعرفون شيئا عن كل هذا، فسألهم عن وجهتهم، فقال لهم نحن ذاهبون للاطمئنان على السد. فذهب معهم 5 من هؤلاء القوم ليدلهم على الطريق، واستكملوا رحلتهم. وصلوا إلى مدينة أيكة ومدينة غناء، وهي مدينة مليئة بالزرع، وهي بالمناسبة التي نزل فيها ذو القرنين مع جيشه. وبعد مسيرة 3 أيام وصل الترجمان إلى مجموعة من الجبال، حتى وصلوا إلى جبلين أعلاهما حصون، حيث وجدوا فيها السد الذي بناه ذو القرنين، وعرض السد 200 ذراعا، وهو الذي كان يخرج منه ياجوج ومأجوج، حيث حفر ذو القرنين أساس السد 30 ذراعا في باطن الأرض، ثم ساقه إلى الأرض وبناه بالحديد والنحاس إلى رأس الجبال. ويقسم هذا السد باب ضخم من الحديد والنحاس مغلق بإحكام عليه قفل، طوله 7 أذرع وفوقه ب5 أذرع غلق بطول القفل، وعليه مفتاح معلق طوله 1.5 ذراع، ومع الباب حصانان طول الواحد منهم 200 ذراع، وجانبهم شجرتان وبينهم عين عذبة. ورأى الترجمان في أحد الحصون التي بنيت بالسد وجد الحديد الموجود به صدأ، وتفاجئ الترجمان ببعض الفرسان في رقبتهم مرزبة، وهي أداة في آخرها كتلة من الحديد، وسأل عنهم فعرف أنهم حراس السد يتوارثون
يجدون هذا كما تتوارد الخلافة ويطرقون باب السد كل يوم اثنين وخميس ثلاث مرات، وفي كل يوم يصنعون ضوضاء خلف الحصن لكي يعرفوا أن هناك حراس لهذا السد. وسأل الترجمان أهل الحصون إن كان هناك عيب في السد، فقالوا له أن هناك فتحة صغيرة جدا، فسألهم إن كانوا يخشون منها، فقالوا لا، أن عرض هذا الباب يصل إلى 11 ذراع، فقام بحفر جزء بمقدار نصف درهم لكي يأخذه معه للخليفة ونظر الترجمان إلى مسراع الباب الأيمن ليجد أن محفور أعلاه بالحديد، فسأل الترجمان أهل المكان إن كانوا شاهدوا أحد منهم، فقالوا أنهم شاهدوا مجموعة منهم ذات مرة فوق الجبل، فأتت رياح سوداء والقت بهم أسفل الجبل، فلما اطمأن الترجمان على حال السد أخذ يعد نفسه وهو وباقي أفراد الرحلة ليعود إلى مدينة سامراء لكي يخبر الخليفة بما رأى، وعادت الرحلة إلى سامراء بالفعل، وأخبر الخليفة بكل أحداثها والعجائب التي حدثت بها. ويقول الترجمان أن في هذه الرحلة مات بها 12 رجلا في الذهاب و14 رجلا آخرون في الإياب، فلم يصل منهم إلى سامراء إلا 14 رجلا و23 بغلا، فكانت مدة الرحلة إلى السد 16 شهرا، وعادوا فيه 12 شهرا، فكانت رحلته مرجعا لكثير من الجغرافيين المسلمين، أبرزهم الإدريسي الذي رسم خريطة العالم وحدد من خلالها مكان يأجوج ومأجوج كما قال الترجمان. لكن في النهاية لا بد أن نقول هناك حكايات كثيرة وأساطير أكثر، وممكن تكون ليست منطقية ولكن مادة غنية للمتعة والقراءة، ومنهم هذه الحكاية، وهناك حكاية قادمة هتكون أكثر غرابة من تلك الحكاية، وهي من حكايات الأولين لا يوجد عليها إتفاق حول حقيقتها من زيفها، ولكن الكل اتفق أنها تثير الفكر والتدبر في أحوال الخلق الأولين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هنا وصلنا إلى نهاية التقرير. فضلا وليس أمرا أتمنى الاشتراك في القناة وعمل لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.